رأس ميدوسا، حكاية من التراث الإغريقي. كان يا مكان في قديم الزمان وفي عهد الأساطير الإغريقية القديمة شاب يسمى بيرسيس. أجاد بيرسيس صيد السمك، وكان سيافا بارعا لا يمكن لأحد أن يهزمه. وذات يوم أقام الملك بوليد وليمة في قصره، دعا إليها جميع شباب المدينة، وراح الشباب يقدمون للملك الهدايا الثمينة، فيما عدا بيرسيس الذي لم يحضر شيئا لأنه كان فقيرا. مولاي، أنا أهديك شجاعتي. ماذا؟ تهديني شجاعتك؟ وكيف أقبلها وأنا لا أستطيع أن أراها أو أمسك بها؟ شيء عجيب. ولكن ألا تدري أن الشجاعة شيء ثمين؟ حسنا يا بيرسيس، إن كنت شجاعا حقا فلتحضر لي رأس ميدوسا وسوف أصدقك حينذاك. ما رأيك بهذا الطلب؟ حسنا، أنا ذاهب لأحضر رأس ميدوسا وسوف ترى. رحل بيرسيس بعد ذلك. كان شعر ميدوسا يحوي أعدادا لا تحصى من الثعابين السامة، وكان كل من يراها يتحول إلى حجر. كانت مخلوقة مخيفة حقا. كان بيرسيس يفكر بالأمر عندما ظهر شعاع ضوئي. لقد حضرت أثينا وهيرمس. قاما بمنح بيرسيس درعا وسيفا، ونصحاه أن يتحلى بالشجاعة. وبفضل تشجيعهما له زاد بيرسيس شجاعة وإقداما، وقرر البدء برحلته لقتل ميدوسا. وفي الطريق مر بيرسيس بأرض الفاتنات، وبعد سماع الفاتنات قصة بيرسيس قمنا بإعطائه سلة عجيبة وحصانا طائرا ذا أجنحة وقبعة إذا لبسها اختفى في الحال. لقد أصبح بيرسيس مستعدا لمواجهة ميدوسا. ركب بيرسيس الحصان الطائر ومر بواد وغابة وحلق فوق الجبال حتى وصل أخيرا إلى الأرض التي تعيش فيها ميدوسا. كان هناك عدد كبير من البشر الذين تحولوا إلى حجارة لدى رؤيتهم وجه ميدوسا. وجد بيرسيس فتحة غريبة في الصخرة فدخل منها. أخ
أخيرا وصل إليها. كانت ميدوسا مستغرقة في النوم داخل المغارة. كانت مخلوقة قبيحة حقا، حتى أن بيرسيس أخذ يرتجف من شدة الخوف، لكنه تمالك نفسه ولبس القبعة واختفى، ثم أمسك بالدرع الذي كان يعكس وجه ميدوسا. من أنت؟ فطنت الثعابين في رأس ميدوسا لوجود شخص غريب، واستعدت للهجوم، فشعرت ميدوسا بذلك واستيقظت. وضع بيرسيس رأس ميدوسا في السلة وعاد مسرعا من حيث أتى. لكن بيرسيس تاه في سحابة سوداء. نظر بيرسيس إلى أسفل فوجد فتاة جميلة مقيدة. وفجأة ظهر وحش من المحيط ينوي ابتلاعها. نسي بيرسيس كل شيء واتجه مباشرة لإنقاذها، ثم دفع برأس ميدوسا في وجه الوحش فتحول على الفور إلى حجر. كانت المرأة الجميلة التي قام بيرسيس بإنقاذ حياتها هي أندروميدا ملكة أثيوبيا. فتحبا واتفقا على الزواج، ثم ركبا الحصان الطائر وتوجها إلى الملك. عاد بيرسيس، هل حققت دعاءاتك؟ أين الهدية؟ لقد أحضرت رأس ميدوسا معي. حسنا، دعني أراه بسرعة، هيا. ولكن سيتحول الجميع إلى أحجار. يا لك من كاذب، لا بأس، أريد أن أراها على أي حال. هل أنت واثق من ذلك؟ نعم، واثق جدا. اضطر بيرسيس على أن يظهر رأس ميدوسا. لدى رؤية الملك لرأس ميدوسا تحول إلى حجر، وتحول جميع من سخروا من بيرسيس إلى أحجار. تزوج بيرسيس من أندروميدا وأصبح ملكا وعاشا في سعادة،
ثم تقدم به السن ومات فتحول إلى نجمة، وتلك النجمة المجاورة له والتي تبدو وكأنها تتمايل نحوه هي نجمة أندروميدا. وأنتم جميعا تعلمون أن نجمتي برسيس وأندروميدا تضيئان في ليالي الخريف.